وخلال هذا الشهر راح نكسب مبالغ مالية عالية جدا، ولكن يشترط أن يكون عندك رول الناتشوراليست أو رول الطبيعة. وللعلم هذا الشهر يوجد تخفيض على رول الطبيعة 5 سبائك ذهبية، عادة راح يكلفنا 25 سبيكة ذهبية ومع التخفيض راح يكون 20 سبيكة ذهبية. وكل اللي عليك عزيزي أنك تخدر الحيوانات وتأخذ منها عينة ومن ثم تقوم ببيع هذه العينة إلى هيريت. جميع العينات راح ناخذ عليها مبالغ مضروبة في 3، والأفضل أن نركز على أخذ عينات الحيوانات الأسطورية لأن مبالغها تبتدئ من 43 دولار وانت طالع. فلو على سبيل المثال أخذنا عينات 10 حيوانات أسطورية خلال الساعة أو الساعتين راح نكسب ما لا يقل عن 400 دولار، وفي رأيي بأن هذه المبالغ جدا جدا ممتازة. وما ننسى كذلك أن التلفيل لهذا الرول راح يكون جدا سهل هذا الشهر. جميع العينات اللي راح تبيعها لهيريت راح تكون مضروبة في 3 بالنسبة للإكس بي، وهذا شيء جدا جدا ممتاز. ولكن ما زلت أعيد وأكرر أنك الأفضل تبيع كتاب كامل لهيريت، وهذه أفضل طريقة لتلفيل هذا الرول. وبالنسبة للحيوانات الأسطورية نزلت عنها فيديوهين، فيديو للحيوانات العادية وفيديو للحيوانات الأسطورية المفترسة. وعشان تظهر معك جميع الحيوانات لازم تكون في سلولوبي حتى يعمل معك السيرفر بشكل ممتاز، وبكل تأكيد لازم تكون شاري وظيفة الطبيعة. ربما البعض يختلف معي وربما البعض يتفق معي، أنا أعتبر صراحة تخدير الحيوانات الأسطورية أو صيدها من أمتع الوظائف اللي موجودة في عالم Red Dead Redemption. وبخصوص كتاب الطبيعة صراحة أنا أعتبره من أفضل الأعمال اللي أنا جدا جدا أحبها. صحيح أن هذا الشهر ما عليها لا دبل ولا تريبل كاش ولا إكس بي، ولكن تظل هذه الطريقة الأمتع والأكثر جمعا في الفلوس والأكثر جمعا كذلك حتى في الإكس بي. ولو أنت فعلا حاب تنهي رول الطبيعة وتلفله، كل اللي عليك أنك تجمع كتب الطبيعة ويا ما نزلت عنها فيديوهات كثيرة. ونصيحتي لك أنك تركز على كتابين، كتاب الفورست أند ريفر وكتاب الماوتين اند جراس لاند. ميزة الكتابين انه فلوسهم اكثر، بالاضافة للحيوانات راح تكون منتشرة واماكنها معروفة. هذا المكان ساحر جدا. وبعد ما تجمع جميع عينات الكتاب لازم تبيعها لهيريت، وخلال هذا الشهر مع بيعك لكل عينة راح تكون مضروبة في 3 بخصوص الكاش وخصوص الاكس بي. بالتالي انت هنا راح تكسب من الناحيتين، راح تكسب من ناحية بيع العينة بالاضافة انك راح تبيع كتاب كامل. وعشان تبيع الكتاب كل اللي عليك انك تفتح هذا الكتيب، كتيب الطبيعة، وراح تلاحظ انه في ختم بحرف الاتش يرمز الى هيريت. كل اللي عليك انك تضغط مربع، وبكذا اقول لك مبروك عليك، انت بعت الكتاب ب 160 دولار وحصلت على 1000 اكس بي. وكذلك خلال هذا الشهر راح نحصل على تريبل اكس بي. كل اللي علينا ان نقضي على الجانج هايد اوت او مخبأ العصابات، وبالنسبة للريسبون تبعهم راح يكون بشكل عشوائي، ولكن توجد خريطة راح تبين لك أماكن مخبأ العصابات، وهذه الخريطة هي نفسها نفس خريطة الكوليكتر اللي نستخدمها، وراح أسويكم رابط، وفي هذا الرابط أول ما تفتحوه راح تلاقوا جميع أماكن مخابئ العصابات. ممكن البعض يتساءل وش الفائدة تريبل إكس بي فقط؟
ولكن في شيء مميز جدا انه لما تقضي على العصابة غالبا بعد ما تاخذ جميع اللوت لجميع الاعداء راح تلاحظ انه في خريطة كنز، وانتم عارفين خريطة الكنز راح تعطيكم مبالغ مالية مجزية بالاضافة الى سبيكة ونص من الذهب. واما بخصوص الفري روم ايفنتس راح تظهر معك بشكل عشوائي من اللعبة، واغلب هذه الاحداث عشان تشترك فيها لازم تكون في سيرفر عام. راح توصلك دعوة لحضور هذا الحدث ولازم تكون في سيرفر عام عشان تلعب مع اللاعبين، وجميع الاحداث المتعلقة برول الناتشوراليست راح يكون عليها تريبل كاش وتريبل اكس بي، بالاضافة لبعض المكافآت راح تحصل عليها عند انضمامك لاي حدث في الفري روم. وهذا الشهر كذلك بامكاننا الحصول على الذهب، وكل اللي عليك انك تلعب مهمات التليجرام راح يكون مضروبة في 2. ومهمات التليجرام لا تخفى على الجميع انها جدا جدا مميزة، ولكن كيف انت تدخل مهمات التليجرام؟ كل اللي عليك انك تضغط السهم يسار وراح تلاحظ كلمة تليجرام، وهذه جميع مهمات التليجرام بالوقت الحالي ونستثني منها الكول تو ارمز. ولكن يوجد عيب قوي جدا في التليجرام، المهمات راح تكون على 3 صعوبات. الصعوبة الأولى راح تكون على الستاندرد، وبعد ما تنهي الستاندرد راح تتحول تلقائيا إلى هارد، وبعد ما تنهي الهارد راح تتحول إلى أقوى صعوبة تحت اسم روثليس، وبكل أسف بعد ما تنهي الروثليس ما راح ترجع للستاندرد وراح تظل كذا مدى الحياة إلى الوقت الحالي. وفي ظن أنه هذا هو السبب الوحيد اللي خلى أغلب اللاعبين يتخلون عن التليجرام، لأنه فعلا من الصعب جدا أنك تخلي وتجبر اللاعب يلعبها على أعلى صعوبة والمكافأة كما هي. وكذلك لما تكون الصعوبة على الروثليس يتطلب أنه يكون معك لاعب، لأنه المهمة راح تكون في غاية الصعوبة، وإذا فعلا وجدت لاعب أو لاعبين راح تكون المكافأة متساوية، بمعنى أنه إذا انهيتم المهمة مع بعض وحصلتم على 32 قطعة ذهبية راح تحصلوا لكل واحد 32 قطعة ذهبية، وفي رأيي أنه هذا شيء جدا مميز. فإذا كنت تبغى تلعب على مهمات الروثليس استدعي أصدقائك، المهمات جدا ممتعة، راح نحصل على دبل اكس بي ودبل جولد ودبل كاش، وحسب نشرة روكستار أنه فعلا راح نحصل على الدبل جولد طيلة هذا الشهر، هذا في حالة عدم وجود جليتشات. وزي ما تعلمون أنه دائما في مكافآت الدبل جولد يكون في جليتشات، بعض المهام ما يكون عليها دبل جولد، وهذه المشاكل دائما تصير وخصوصا في أول أيام التحديث. سبق وواجهنا هذه المشاكل في الباونتي هانتر وفي البلاد ماني، ونتمنى أن روكستار فعلا فعلا تكون منتبهة ومراعية لمشاعر اللاعبين، وخصوصا أنه أغلب اللاعبين وأنا واحد منهم جدا سعيد بهذا التحديث، تحديث الدبل جولد على التليجرام ميشن بالذات. ولكن بكل أسف يا شباب أحب أقول لكم أنه فعلا يوجد جليتش، للأسف ما رح نحصل على الدبل جولد لبعض مهمات التليجرام. في هذه المهمة فعلا أكملت 9 دقائق والمفترض أحصل على 24 قطعة ذهبية بدون الدبل، وهذا اللي صار، أعطوني 24 قطعة ذهبية من غير الدبل. فأتمنى المشكلة ما تكون عامة على جميع مهمات التليجرام، وكذلك أتمنى من روكستار حل هذه المشكلة بشكل عاجل. كثرة الجليتشات ضد اللاعبين اللي تاكل حق اللاعبين هي اللي من جعلت اللاعبين يستخدمون الجليتشات ويكسبوا الكسب الغير شرعي في هذه اللعبة، وهذا في اليوم كيف تكسبوا ذهب وكاش واكس بي خلال هذا الشهر. لا تنسون اللايك والاشتراك في قناة الكل جديد، واشوفكم باقرب فيديو، انتبهوا على صحتكم، في امان الله.